السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. بمباركة ملكية سامية، إقامة صلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان في جامع الفاتح وفقا لضوابط صلاة الجمعة. تدابير وقائية جديدة بشأن شراء السلع من المحال التجارية والصناعية. تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بخبرات مهندسي حلبة البحرين الدولية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. بعد المباركة السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واستنادا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جلسته الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 26 من شعبان 1441 هجريا الموافق 19 من أبريل 2020، بالموافقة على فتح جامع الفاتح بمملكة البحرين لصلاة الجمعة، وذلك بحضور الخطيب وعددا محدود من المصلين لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة لإظهار شعيرات الجمعة، واستفادة السامعين من أجهزة الإعلام مع وجوب تطبيق ما جاء في القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة القاضية بحظر التجمع لأكثر من 5 أشخاص وإلزامهم بلبس الكمامات في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والتجمعات والتباعد الجسدي لأكثر من 2 متر على أن يكون فتح الجامع تحت رقابة الجهات الصحية المختصة. فقد رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطبيق هذا الرأي بضوابطه المذكورة لفتح الجامع لصلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان المبارك إظهارا لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. صدر عن سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بن سعيد الصالح قرارا بشأن بعض التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وعلى كافة المحال التجارية والصناعية الالتزام بالتدابير الوقائية الآتية. قام مهندسو حلبة البحرين الدولية وبالتعاون مع قسم العلاج التنفسي وقسم الأجهزة الطبية وأطباء العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي بتصميم أول جهاز تنفس صناعي في ظل جائحة فيروس كورونا. وتم تصميم الجهاز لمساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا، ولكن ليس المرضى ذوي الحالات الحرجة. تمت هذه المهمة بعد زيارات ميدانية عديدة لمجمع السلمانية الطبي، حيث تم البدء بدراسة طريقة عمل الجهاز إلى أن يتم تصميمه بخبرات مهندسي الحلبة. كما تم تصميم نوعين من هذا الجهاز التنفسي بعد اختبارات مكثفة تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة. وأعلنت الحلبة أنها ستجعل التصاميم متاحة ومجانية لجميع الشركات في مختلف أنحاء العالم التي تسعى لإيجاد حلول مماثلة، وكجزء من الدعم العالمي لزيادة قدرة أجهزة التنفس.
أكدت بلدية أمانة العاصمة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتحكم بآلية الحركة في السوق المركزي وبقية الأسواق، وذلك بهدف استدامة تقديم الخدمات في سوق المنامة المركزي على وجه الخصوص باعتباره أهم مراكز التسوق المتضمنة للاحتياجات الاستهلاكية المستهدفة من قطاعات متعددة تتمثل بالتجار والمتسوقين الأفراد. واتخذ فريق العمل بأمانة العاصمة التنسيق اللازم مع المختصين بوزارة الداخلية متمثلة بمركز أمن منطقة النعيم لتعزيز بيئة سوق المنامة المركزي وتوفير الدعم اللازم من خلال تزويد السوق بعناصر أمنية وخدمة المجتمع لوضع خطة متكاملة تكفل انتظام حركة المتسوقين وآلية دخول منشآت الأسواق والخروج منها، وذلك للحد من الازدحام الذي قد يؤثر سلبا على البيئة الصحية للسوق. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. وزارة التربية والتعليم تطلق التطبيق الثاني في المواد الدراسية. تشارك مملكة البحرين المجتمع العربي في الاحتفال السنوي بمناسبة أسبوع الأصم العربي في دورته 45، والذي جاء هذا العام تحت شعار حق الأصم في زواج ميسر مدعوما من مؤسسات المجتمع. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين أولت اهتماما بالغا بالأشخاص ذوي العزيمة، وتجسد ذلك عبر الحرص الدؤوب والاهتمام الدائم بهذه الفئة بهدف تعزيز الوعي والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة التي تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع وزارات وهيئات المملكة. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكنت وبالتعاون مع شركائها في المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأهلي من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم النظامي والانخراط الإيجابي في المجتمع، كما قامت الوزارة بتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة السمعية في تخصصات وظيفية تلائم طبيعة إعاقتهم. أعلن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أنه تقرر استمرار الحملة الوطنية في نخير حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة بين المواطنين والمقيمين واستجابة للطلبات المتنامية من كافة أفراد المجتمع. وبين الأمين العام أنه تقرر فتح الباب أمام كافة الجاليات المقيمة في مملكة البحرين من الأفراد والمؤسسات والشركات للتبرعات المالية ضمن الحملة، حيث تم الاتفاق على تنظيم حملة بالتعاون مع تلفزيون البحرين القناة 55 لتلقي مساهمات الراغبين في المساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك يوم الجمعة القادم ابتداء من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 مساء، حيث سيتم استضافة العديد من الشخصيات وتلقي الاتصالات والإعلان عن أسماء المساهمين والمبالغ المتبرع بها. صرحت الأستاذة لطيفة البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم بأن المدارس بدأت في استلام التطبيق الثاني في مختلف المواد الدراسية بحسب التعليمات الصادرة عن قطاع التعليم العام والفني، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد إلى يوم الخميس القادم. ودعت أولياء أمور الطلبة إلى حث الأبناء على استكمال متطلبات الإنجاز من خلال التواصل مع معلم المادة بمختلف الوسائل المتاحة، وفي حال تعذر إنجاز وتسليم المتطلب فعلى طالب أو ولي الأمر التواصل مع الإدارة المدرسية لاستيفائه. وأشارت البنوضة إلى أن قطاع التعليم قد خصص عدد 6 هواتف لتمكين الأبناء الطلبة من حل أي مشكلات وتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها أثناء التعامل مع البوابة التعليمية، وذلك من منطلق حرص القطاع على مصلحة أبنائه الطلبة في ظل هذه الظروف وتقديم الدعم والمساندة للطالب وولي أمره لاجتياز متطلبات الفصل الدراسي الثاني.
ضمن الجهود التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار لاستمرارية التواصل مع الجمهور في مملكة البحرين في ظل تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، دشنت الهيئة على موقعها الإلكتروني محتوى قصص المدارس المصغرة، وهي مبادرة أطلقت بالتعاون ما بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ومؤسسة بحرين ترست الخيرية، كما تعد مسابقة سنوية لتأليف قصص أطفال للمدارس المصغرة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية مصغرة توفر التعليم الأساسي والقيم والمهارات الأساسية لحياة الأطفال الذين حرموا من حق التعليم في مخيمات اللاجئين والمناطق النائية وغيرها. كما تهدف المسابقة إلى تعزيز الإبداع والتحفيز الفكري والإنتاجية في التأليف القصصي لدى الشباب. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.